في قصر النهاية، نهاية التحقيق أو نهاية الإنسان، هكذا قصد البعثيون من إطلاق هذا الاسم على قصر الرحاب. مات فيه مئات الأبرياء، أحرقت جثثهم، دفن الكثير منهم في أماكن مجهولة. هذا المعتقل الرهيب احتوى على 57 نوعاً من أنواع التعذيب البدائي، تبدأ من سمل العيون وقطع الأذان وجدع الأنوف، ولا تنتهي بوضع المعتقل بتابوت ثم شطره إلى نصفين. خاطب عبد الصاحب تخيل ناظم جزار: إن تقتلوني فإنما تقضون على بدني، لكنكم لن تستطيعوا القضاء على روحي. صموده، عنفوانه، كرامته، صبره جعل الجلادين يفقدون أعصابهم. جربوا معه أنواعا عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي. احنا عندما نقرأ صموده وتحديه، الصموده وتحديه، ما هو السر؟ ما هو السر؟ كيف يقف بوجه ناظم إكزار ويقول له: أني أتحداك أن تخرج كلمة واحدة مني وكل أسرار الدعوة تحت صدري، وأتحداك أن تخرج كلمة واحدة. هذا أبو عصام هم دم ولحم وأعصاب. هذا نابع منين؟ نابع من الإيمان بالله عز وجل. يعني هذا الوعي جعله يشعر أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. نشأ عبد الصاحب تخيل في أسرة نجفية سماتها الإيمان والأصالة والعطاء والولاء. أسرة بكاملها أسرة متدينة وعاملة. أحد رموز الأسرة الحاج علي محمد من المؤلفين والناشطين في مجال الفكر الإسلامي. نشأ في ظل أسرة متدينة، أسرة واعية، أسرة كانت محبة للعلم وللفكر وللثقافة، وكانت منفتحة على الشعائر الدينية، على الشعائر الحسينية، وكانت أسرته مندمجة مع العلماء ولها علاقات موسعة وكبيرة مع مراجع الدين يومذاك، مثل السيد أبو الحسن الأصفهاني والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وغيرهم وغيرهم، وكثير من العلماء والأدباء الآخرين. عرف بتفوقه دراسياً، تفجرت طاقاته في مدرسة منتدى النشر التي أسسها الشيخ العلامة محمد رضا المظفر. منتدى النشر مدرسة تميزت بدراسة العلوم الحوزوية والأكاديمية على حد سواء. في تلك الأثناء كانت حركة الإصلاح ومنتدى النشر خاصة منذ أواسط الثلاثينات تواجه هجمة شرسة من لدن الأوساط الراكدة، في الوقت الذي كان فيه اليسار يتمدد بأفكاره الإلحادية والمنحرفة ويقتحم بيوتات الأسر العلمية. والشيء بالشيء يذكر، لم يبخل التقليديون بإطلاق سهام السخرية من الشيخ المظفر وحركته الإصلاحية، حتى أن بين قوسين مشارية النجف كانوا يطلقون نكاتهم المريرة فيخاطبون حميرهم بعبارة: امشي جنك شيخ منتدى، نكاية بالشيخ المظفر. وكل جريرة الشيخ المظفر رحمة الله عليه أنه أسس مدرسة المنتدى على شكل صفوف
فيها رحلات وسبورة، خلافا لما كان مألوفا في دروس الحوزة التقليدية، لأنه كان يريد أن يعاصر الزمن وتطوراته وتحدياته. وقد قدر لكثير من رواد الوعي الإسلامي المعاصر أن ينتظموا في صفوف مدارس المنتدى، وفي مقدمتهم السيدان الشهيدان محمد مهدي الحكيم والسيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليهما، إضافة إلى الشهيد السعيد أبي عصام والحاج محمد صادق القاموس والسيد حسن شبر رحمهم الله. مدرسة مثلت بركة من بركات الفكر الإصلاحي الذي كان ينشده رواد الحركة الإسلامية. درس عند الشيخ المظفر والسيد محمد تقي الحكيم والسيد إسماعيل الصدر وآخرين. طبعا كانت حركة الشهيد أبو عصام أيام وجوده في النجف حركة نشطة اجتماعيا، حيث كان يحضر كل المناسبات ويحضر المجالس الحسينية، وكان يخطب الخطب الطوال في بعض المجالس، وكانت تربطه علاقات قوية ومتينة مع رؤساء المواكب وشيوخ العشائر، وكذلك تربطه علاقات طيبة مع العلماء والمراجع. ومن العسير أن يلم حديث عابر بأسطورة الصمود حتى يحار المراقب المنصف من أي البوابات يلج إلى عالم بل عوالم الشهيد عبد الصاحب تخيل. فمن عصاميته إلى تضحيته الفريدة إلى شجاعته النادرة ورجولته النوعية، كل ذلك كان مدعاة لاستهدافه من قبل أعداء الإسلام، حتى ضاقوا به ذرعا وملئوا منه رعبا، فألقوا بالشهيد في حوض التيزاب تصورا منهم أنهم تخلصوا منه، لكنهم كانوا واهمين فتخلصوا منه جسدا وحسب، فيما تحول الشهيد أبو عصام إلى رمز سامق من رموز الحرية الحمراء وإلى معلم من معالم الطريق. كان يشاهد مجتمعا يسوده الجهل والمرض والفقر والضياع، فعمل جاهدا لإنقاذه. عام 1951 السيد الجزائري أسس حزب الشباب المسلم عام 1951، وتلاه الحزب الجعفري الذي أسسه الحاج أبو عصام رحمة الله عليه والسيد حسن شبر وصادق القاموسي. ولكن هذه الحركات ما استمرت، لأن الجو المناخ في النجف جو تقليدي خانق، بحيث يتذكرون أنه سيف البريطاني على الرؤوس أنه هؤلاء يهجرون ويضايقون، فيا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم. مكانة عبد الصاحب تخيل في الحوزة النجفية كانت متميزة، علاقاته مع المراجع والعلماء والوجهاء كانت تمثل علامة فارقة في مسيرته. هو محترم عند العلماء لأنه أيضا درس الحوزة العلمية، وكان أكثر العلماء الذين نعرف أنهم يحترمون حج عبد الصاحب هو المرجع السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه. وسيد محسن معروف عنه يحب الشباب العاملين المتدينين ويأويهم ويرعاهم. حج عبد الصاحب كان من هؤلاء الشباب الذين يستمع لهم السيد الحكيم رحمة الله عليه والشهيد الصدر والسيد مرتضى العسكري، فكان محترم في أوساط هذه الطبقة المؤسسة لمسار الحركة الإسلامية ولحزب الدعوة. زعيم الطائفة السيد محسن الحكيم طاب ثراه كان يثق به كثيرا، وكانت له مكانة خاصة في قلبه، فيما كان السيد محمد باقر الصدر يقدره ويحترمه
ويثني عليه كثيرا. لذلك أبو عصام كان على ارتباط فعلي مع المرجعية، مع مرجعية سيد الحكيم، بحيث أن السيد الحكيم رضوان الله عليه، سيد محسن الحكيم، أوكل إليه توزيع رواتب علماء بغداد. يمثل العصر الذي عاشه الشهيد عبد الصاحب الدخيل رضوان الله تعالى عليه هو عصر الإرهاصات التي سبقت نشوء الأحزاب الفكرية والاجتماعية والتغييرية من أجل أن تتلمس الأمة موقعها وتعيد بناء ذاتها الذي مرت بعصور انحطاط وتدني وتخلف بسبب الظروف المتعددة وعصور الاستعمار الكئيبة التي مرت بها هذه الأمة. هذا العصر الذي جعل الواعين من أبناء الأمة يفكرون في إنشاء أو تكوين المشروع الإسلامي الذي ينقذ الأمة. منذ سنوات شبابه الأولى عمل في التجارة والصيرفة في داخل النجف الأشرف وبغداد والبصرة، ثم افتتح له مكتبا تجاريا في شارع الرشيد ببغداد. أنا عمري 5 سنين وطلعنا من النجف، اجينا قعدنا بغداد، فبغداد تنقلنا في كم مكان، آخر شيء استقرينا بمدينة الحرية. فمن صرنا بمدينة الحرية يعني عرفنا أنه والدي كان عنده تنظيم، هو كان تنظيمه قبل يعني من حتى من كان من النجف، هو كان عنده تنظيم، بس الأزياء شيء صار عنده بالحرية. ومع الانهماك بالتحرك السياسي والعمل التجاري كان أبو عصام يطرح مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية ويعمل مع آخرين على إنجازها. شرع بالمساهمة بمجلة الأضواء النجفية التي صدرت عن جماعة العلماء. انعدام المبادرة في أوساط الحوزة العلمية أدى إلى تفاقم النشاط اليساري والقومي حتى دخل إلى الشعائر الحسينية. منذ نعومة أظفاره كان يتحسس أنه لا بد من عمل يخرج الحوزة من عزلتها ويخرج النجف من واقعها ويتحدى هذا المد الشيوعي ويتحدى هذا الإلحاد الذي أخذ يكتنف الساحة الإسلامية ليس في النجف بل بعموم العالم الإسلامي. عام 1957 تشكلت نواة مثلت انطلاقة حزب الدعوة. كان أبو عصام من أوائل المؤيدين والمتحمسين لهذه الفكرة. بدأت الخطوط التنظيمية تتشكل في النجف الأشرف وبغداد والبصرة وكربلاء المقدسة ومحافظات أخرى. حج عبد الصاحب أيضاً يميزه ثقافته، وكانت كتاباته في نشرات الدعوة الداخلية متميزة، ولعل أبرز ما كتبه في هذا المجال والذي يجمع بين التدين والتخطيط هي هذا النشرة اللي اسمها بين التدين والتخطيط. حج عبد الصاحب كل هذه المقدمات، معرفته بالعلماء، حركيته الشديدة، انضباط الهائل، حج عبد الصاحب لا يستطيع أحد أن يتأخر عن الحلقة التي بإدارته دقيقة واحدة، عند درجة عالية من الانضباط بالوقت تربوا عليها جميع الدعاة الذين كانوا تحت تربيته. حركة الدعوة الإسلامية التي نشأت في مرحلة المد الشيوعي وغزو الأفكار الإلحادية الشيوعية للساحة الإسلامية ولعقول الشباب. وفي وسط كان يتسم بالجهل وتتحكم فيه الأحزاب الشيوعية والقومية والليبرالية،
شن الجهلة والشيوعيون والقوميون والمدعو حسين الصافي حملة شعواء ضد الوليد الجديد. تعرضت الحركة في البداية إلى تحديين خطيرين، أحدهما خروج السيد الصدر ورحمة الله عليه والشهيدين الحكيمين من الدعوة بإثر وشاية من المعمم المنحرف حسين الصافي الذي أصبح وزيرا في زمن البعثين وكان بعثي ويتصيد العثرات، فذهب ووشى بالحركة الإسلامية إلى السيد مأس الحكيم، فالسيد الحكيم الكبير رحمة الله عليه أشار إليه ما أن يخرج من الحركة تنظيميا، ولكنهم بقوا حتى أواخر خاصة الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر والشيخ سيد مهد الحكيم، ظلوا لا يبخلون بإبداء النصح والمشورة إلى الحركة. انسحب السيد محمد باقر الصدر من التنظيم، ولم تمضي فترة حتى قام زعيم الطائفة السيد محسن الحكيم بتكليف السيد مرتضى العسكري في عمل آخر ببغداد. عندما انتقلت قيادة الحزب إلى بغداد في عام 1961، في تلك الفترة كان هناك ثلاثي يشرف على الثلاثي يقود الحزب من بغداد، يشرف على هذه اللجنة الثلاثية السيد مرتضى العسكري، وكان الشهيد عبد الصاحب تخيل يمثل القيادة التنظيمية، وكان الشهيد محمد هادي السبيتي العضو الثالث يمثل القيادة الفكرية. استمر العمل بهذه الطريقة من خلال هذا الثلاثي حتى العام 1963. في العام 1963 انتقل السيد مرتضى العسكري إلى خندق آخر في العمل الإسلامي، وأصبح عضواً في التشكيل العام للحزب، ولكن القيادة كانت تسير من قبل الثنائي عبد الصاحب تخيل ومحمد هادي السبيتي. بدا القلق واضحا عند القيادة، فلنتوكل على الله، إن هذا العمل لا يعتمد على الأشخاص. هذه هي الكلمات التي أطلقها أبو عصام غير عابئ بحمل التكليف. هو ذلك حزب الدعوة بينه ثلاثة، السبيتي والصدر، الصدر والسبيتي والدخيل، كل من أدى رسالة، وهذا العطاء اللي خلى الدعوة تنتشر في كل أنحاء العالم الإسلامي. تجلت في شخصية أبي عصام أبعاد عدة يصعب أن تجدها في غيره إلا نادراً. كان متواضعا حتى مع الدعاة. كيف؟ عندما يتلمس في الدعاة شخصية من الشخصيات، مثلا داعية جديد، ولكن يشوفه متوقد الذهن، نشط، عليه سيماء الصالحين والتدين، يقرب نفسه، يجيب إليه، يقول جيبوا لي هذا، حتى يصنع منه قيادي في حزب الدعوة الإسلامية. ولذلك نجده أنه قرب إليه كثير من الشباب، مثل سيد حسين جلوخان رضوان الله تعالى عليه، وقرب إليه السيد نوري طعمة رضوان الله تعالى عليه، وجعلهم من المعاونين الأكفاء له، بحيث سلمهم خطوط في العمل، حتى أنه بعد استشهاده هم واصلوا العمل معه. كذلك هو مع الشيخ عارف البصري رضوان الله تعالى عليه. هو عارف، لكنه لا يعرف العزلة والانزواء. هو حزبي لا يرى الحزب إلا وسيلة. الشهيد السعيد أحد القامات الشامخة في تاريخ الحركة الإسلامية والعمل الإسلامي، وهو يمثل حكاية الجهاد والدعوة عبر المرحلة الماضية من تاريخ العراق. أنت تجده عارفاً بالله عز وجل، غير منعزل. أغلب العرفاء
العرفاء ذولا معزول عن الناس، بعيد عن الناس. أما أن عارف يعمل في الوسط، في السوق وفي الشارع ومع الحوزة ومع السياسيين ويحافظ على دينه. لاحظ يعني أبو عصام تميز بميزتين: ميزة الإيمان بالله وميزة التقوى، كما يقول سيد مهدي الحكيم التقوى، بحيث قيل له أنت تريد تصير مقدس؟ قال لا، توديني هيجي. إيمان أبو عصام كان يدفعه وتقواه كانت تحميه. كان اجتماعياً فيما لم يستطع المجتمع استهلاكه، لأنه هو ابن الحوزة، ابن العمل الحركي، ابن الهم، لأنه هو ما يلتقي بالشهيد الصدور أو بالسيد الحكيم إلا ويتحدث بالهم الإسلامي وهم الشباب وكيفية احتوائهم وكيفية نشر التدين وكيفية مواجهة الأفكار والتيارات الأخرى التي بدأت تظهر حتى بالحوزة، ولذلك نال ثقتهم ونال إعجابهم ووثقوا به وكانوا يعتبرونه هو النموذج الأول. اللي زاد من حضور حج عبد الصاحب هو كان مسؤول التنظيم كله في كل العراق، وانتعش التنظيم في زمن حج عبد الصاحب انتعاش كبير واتسع وتعمق في عموم مناطق العراق، ولذلك هذه انعكست على حركة الشباب. يعني صار أكو شباب يرى في الجامعات متدينين، في كليات علمية طب وهندسة متدينين، فالمراجع والمهتمين عرفوا بأنه حركة حج عبد الصاحب، وكان معه سيد حسين جلوخان وسيد نوري طعمة وهذا الجيل اللي كان هو مسؤول عنهم، استطاعوا أن يسجلوا حضورا للدعوة في كل الجامعات وفي كل المساحات، ولكن الفضل كله كان يسجل لحج عبد الصاحب. تخيل، لا يقلل من قيمة الشيخ عارف البصري وحضوره في بغداد وحضوره في التنظيم واهتمامه وحيويته واحترام العلماء إلى، ولكن حج عبد الصاحب تميز بحالة من الجدية عجيبة غريبة. في الكاظمية عندما يعني كان الإمام الخميني في مرة بالكاظمية في طريقه إلى النجف الأشرف، التقى به وفدان من حزب الدعوة الإسلامية. الوفد الأول كان برئاسة الشيخ محمد مهدي العاصفي، جاء من النجف الأشرف. أما الوفد الثاني الذي التقى به في الكاظمية وكان يمثل قيادة حزب الدعوة في كربلاء، يمثل قيادة حزب الدعوة في بغداد، فكان فيها أغلب القياديين، أغلب قيادي حزب الدعوة الإسلامية، في مقدمتهم الشيب عبد الصاحب تخيل، كان أيضا في الوفد، كان فخر الدين العسكري في الوفد، وأيضا الدكتور داود العطار، وكذلك المرحوم السيد فخر الدين العسكري. هو حزبي لا يرى الحزب إلا وسيلة. عرف عنه تاجرا لكن لم يمتلكه الربح، لذلك لم يكن مستغربا أن تجده عابدا في الحلقة الحزبية. وبالتالي فهو مفكر الحزب ومنظر الحزب ومخطط الحزب، ويمتاز فكرة بالوضوح والاستقامة والمباشرة، ولا تجد فيه صعوبة في فهمه أو استيعابه، رغم أننا كنا في ذلك الوقت شباب، وبالتالي لا نعتبر أصحاب ثقافة عالية أو رفيعة أو عميقة، ولكن مع ذلك كانت النشرات التي يكتبها أبو عصام نشرات مفهومة بالنسبة لنا، ينطبق عليها القول السهل الممتنع. تضحية عجيبة، يتنقل وهو الذي ليس لديه وظيفة وإنما دكان صغير في الشورجيا لبيع الكهربائيات، ويترك عمله ويذهب إلى البصرة والعمارة والسماء والديوانية في حركة مكوكية عجيبة، لا يعرف الكلل ولا الملل. ربما يتحدث عنه السيد حسن الشبر، يقول غداؤه صمونة وهو مسافر. كان كثير التنقل بحافلات النقل العام ومركبات الأجرة في مناطق بغداد كالكرادة والكاظمية والحرية وشارع الرشيد،
وكذلك بين المحافظات، مما ولد لديه معرفة حقيقية بجغرافية العراق ومدنه. بعد ما ينتهي من عمله في بغداد كان يركب السيارة مثلا يروح إلى الناصرية أو يذهب إلى الديوانية، يصل عند الغروب، فعندما يذهب إلى بيت أحد الأخوة الدعاة، هناك يلقى مجتمعين الدعاة فيبدأون يصلون صلاة المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك يبدأ العمل معهم إلى منتصف الليل، وفي منتصف الليل يصلون صلاة الليل، ثم بعد ذلك يرقدون هنيئة، ثم يستيقظ إلى صلاة الفجر، يصلون صلاة الفجر، ومن بعد صلاة الفجر يعود إلى بغداد، يركب السيارة ويرجع إلى بغداد حتى يواصل عمله. وهكذا كان عندما يذهب إلى البصرة، عندما يذهب إلى مكان آخر. يعني هو كان والدي دائما يعني اتصالاته وعلاقاته ويا ذول أصدقائه واللي ينظمهم وقت يجينا متأخر، ما عدا يوم الجمعة يعني احنا نلتقي ويا بالوالد، فإذا ظل يعني الريوق والفترة فترة الريوق فترة الغداء احنا نقعد ويا العام، بس يعني أدبنا وربانا تربية إسلامية حقة، يعني مو يعني أقول لك يعني هو يتأخر بالليل، لو مثلا ما هالقد يتصل بينا ما عنده مجال، فيعني هاي بس هاليوم. ومكلف الوالدة قالها انت عليك بالبيت وانا علي البر، فيعني امي يعني الله يرحمها ربتنا وتعبت علينا، حتى يعني حتى اخوتي ثود علي انه هم قال لها انا انت تهتمين بهم، حتى الكليات قال لها انت تتحكمين بكلياته. وكان اكو اتصال ما بين شباب الحريه وشباب الكراده اللي تقول عليهم، بحيث انه الشيخ عارف البصري كان ما منقطع عن الحريه، يحضر الى مساجده، واغلب المساجد اللي كان يحضرها هو مسجد حسينيه عبد الهادي الشلبي. اشرف على نشره صوت الدعوه، وتصدى لكتابه بعض موضوعاتها، وكتب فيها 4 نشرات تميزت بالواقعية وعمق التجربة والأصالة. شهيد أبو عصام كان هو الكاتب الرئيسي ربما لمعظم نشرات حزب الدعوة المسماة بصوت الدعوة. هذه كانت نشرة سرية غير دورية، تطبع على الآلة الرونيو وتوزع بشكل قليل جداً وسري طبعا على الأعضاء، ونقوم بدراستها في الحلقات السرية، وبعضنا أقصد الدعاة المجتهدين جدا كانوا يستنسخون هذه النشرة في دفاتر في بيوتهم ويحفظونها طبعا في أماكن سرية، وهي تعتبر المرجع الأساسي بعد القرآن والأحاديث والكتب الإسلامية الأساسية، المرجع الأساسي لثقافة الداعية. يقول في إحدى النشرات الدعوتية إن مسؤولية تغيير حياة الأمة إلى حياة إسلامية وذهنية الأمة إلى ذهنية إسلامية واعية تتطلب أن يحيط بما يجري في الخضم الاجتماعي من أحداث ذات قيمة أو أحداث هزيلة، فلا يمكن أن يمارس الداعية عملية التغيير في الحياة الاجتماعية ما لم يكن يعلم كل شيء عن حياة الأمة من عادات وتقاليد وأعراف ومن ذهنية وثقافة وسلوك. اكتملت مراحل هذه العملية بإصدار نشرة باسم صوت الدعوة الإسلامية أو صوت الدعوة، النشرة الوحيدة الناطقة باسم حزب الدعوة، والتي رسمت الملامح الحقيقية لمرحلة التغيير. أما المرحلة الثانية فهي في حياة الشهيد الغالي أبو عصام، فهي الخصائص التي امتاز بها هذا الشهيد وحركته اللولبية وعمله الدؤوب ليلا ونهارا متفانيا من أجل إنجاح هذا المشروع.
وإيصاله إلى أبعد نقطة في الأمة، فكان يعمل كأمة حقيقة. كان أحيانا يساهم في إرسال الوفود إلى الدول الإسلامية إذا كانت هناك قضية، مثل ما التحدي الذي واجه قضية فلسطين، أرسل وفدا إلى إندونيسيا وإلى باكستان وإلى الهند وإلى سنغافورة وإلى بلدان أخرى. طبعا كان المكتب التجاري في شارع الرشيد، وكان المكتب هو للعمل مع الله أكثر من عمله مع الناس، وكانت علاقاته الاجتماعية واسعة جدا رغم كثرة أعماله الحزبية، لكنه كان يترك مكتبه ويذهب للتعرف على أناس، منهم من يجلس معه في مقهى مثلا، أو يزورهم إلى محل عملهم أو سكناهم أو في المسجد، وكذلك كان يحضر أفراحهم وأتراحهم، وله بصمة في ذلك واضحة جدا. في الفترة العارفية الثانية للأعوام 66 و67 و68 انتشر التنظيم بين الطلبة والموظفين والعمال والكسبة، بل إن تحركات أبي عصام أوصلت التنظيم للمؤسسة العسكرية. يعني وخاصة في عهد عبد الرحمن عارف، التفت الشهيد عبد الصاحب تخيل إلى موضوع التحرك على الجيش العراقي وعلى العسكريين. استطاع في هذه الفترة أن يشكل نواة الوجود التنظيمي للحزب في داخل القوات المسلحة العراقية، سواء الشرطة أو الجيش، وخاصة الجيش. وهذه كانت بادرة جديدة. كان مثلا من أمور اللي يربي الدعاة عليها، كان أحد الدعاة يسأله يقول له: أبو عصام، لو اعتقلونا ما هو الموقف؟ يقول له: الموقف الصمود. يقول له: لو اضطررنا، أقول له: ليه الداعي لا يمكن أن يعترف، الداعي لا يمكن أن ينهار. وهو طبق هاي النظرية، ما هو واحد يقول لا ما لا يفعل، مثل صدام كان يقتل كل اللي يهربون من الجبهات، وهو أول هاربين من الجبهة. الأمواج المتلاطمة تقاذف الطلبة الجامعات بالأفكار اليسارية والقومية والبعثية بين الطلاب. الإشراف على طلاب الكليات وتوعيتهم، يعني مسؤول على تنظيم الجامعات، كان واحد من طلاب الكليات أخوي المرحوم الشهيد طارق مهنا شهاب، أحد اللي كانوا تحت تنظيمه، وبالإضافة إلى كانوا بذاك الوقت شخصيات معروفة. هسه حاليا عبد الحميد النجدي، دكتور عبد الحميد النجدي حاليا في لندن، والدكتور شمران الحجامي حاليا بالإمارات، المرحوم سهير طاهر العلي اللي يصير ابن عم نوري المالكي وأخوته، والمرحوم خلاف وطارق النجيم، كلهم ذولا كانوا بالحرية، يعني شباب الحرية الواعي اللي كانوا تلاميذ الشهيد عبد الصاحب دخيل وجنود عبد الصاحب دخيل، اللي زج بهم في المساجد والكليات لتوعية الشباب ونهضتهم نهضة إسلامية شيعية منظمة. عمل أبو عصام على اختراق أبواب الجامعات العراقية الموصدة أمام الأفكار الإسلامية. في فترة حكم عبد الرحمن عارف، هذه الفترة كان فيها نوع من الانفتاح السياسي، كانت هناك يعني أشبه ما يكون بحركة حقوق وحريات لم تكن مألوفة لا في زمن عبد السلام عارف، ولم تكن مألوفة في زمان الفترة التي حكم فيها حزب البعث، ولا في فترة عبد الكريم قاسم. فترة كانت متميزة. في هذه الفترة أنا أسميتها في أحد كتبي بفترة القوة، التي بدأت هي أو بالأحرى تبلورت في عام 1967 بعد نكسة حزيران والنزوع
الديني الذي برز في الأوساط العراقية برمتها، سواء على مستوى الناس العاديين أو على مستوى النخب. فمجموعة عوامل أثرت في بروز مرحلة القوة، ولا سيما في بعد العام 1967، كما ذكرنا منها حالة الانفتاح والحرية النسبية التي أعطاها عبد الرحمن عارف للشعب العراقي، إضافة إلى نكسة حزيران، إضافة إلى قوة المرجعية. يعني برزت المرجعية بعد العام 1967 بروزا لافتا وغير مسبوق على مستوى التاريخ العراقي. بلا نقاش الرجل كان شجاعا بالمطلق بعدة نقاط. أول نقطة أنك تقدم على تأسيس حزب سري يعمل على أسقاط النظام القائم مهما كان هذا النظام، هذه شجاعة لحد ذاتها. عادة الناس الأحزاب علنية تأخذ روح تأخذ إجازة من وزارة الأحزاب أو وزارة موجودة، والحزب علني وأسماء معروفة ومكاتب معروفة. أما أنك تجي تشكل حزب سري بكل هذه المخاطر المحتملة وخلافة للقانون السائد، وتعلن صراحة أن هدفك إسقاط النظام القائم وإقامة نظام جديد، هذه شجاعة، شجاعة لا يملكها إلا ذو القلوب الصلبة والقوية والمؤمنة والواثقة بالنفس حاليا ومستقبليا. هذا كله كان يتمتع به الشهيد أبو عصام، لا بل أن يتولى المسؤوليات الكبيرة ويتنقل بمختلف أرجاء العراق. ذاك الوقت ما كنت صارت مثل الآن عن طريق الانترنت أو الكمبيوتر أو كذا، فهو كان يحمل كل شيء في صدري ويذهب من مدينة إلى مدينة ومن محافظة إلى محافظة، يبشر بالدعوة، يرسل اجتماعات، ينظم الدعاة، يتصدى للأحداث. هذه شجاعة فائقة. من جانب هو حمى التنظيم وما كشف من عنده كلمة واحدة، ولكن غيابه وهو عنصر يعني متحرك نشط طبعا أثر بجانبين. أولا الحيطة والحذر، خشية أن يكون هناك مثلا حصل شيء من اعتراف أو من كشف لبعض الأسرار، وثانيا عملية تعويض حج عبد الصاحب تخيل تحتاج إلى وقت حتى يبرز من يستطيع أن يأخذ المسؤولية، ولكن الدعوة وحيويتها آنذاك حزب الدعوة رأسا عوضوا حج عبد الصاحب تخيل بالشيخ عارف البصري في بغداد، هو الذي تولى المسؤولية، والآخرين أيضا مثل سيد حسن شبر وغيره تعاونوا على رفع الهم. عمل كان ينهض به حج عبد الصاحب تخيل وحده، توزع على مجموعة من إخواننا القيادات الذين همهم كان العمل الإسلامي، فنهضوا به من جديد، والحمد لله ما كان قد تأثر الحزب. نشأت مواكب الطلبة في حكم عبد الرحمن عارف، إنه المشروع الجديد لأبي عصام المسؤول التنظيمي للحزب. وفي هذه الأجواء المفعمة بالإصرار على تحكيم الإسلام وطرحه كبديل لكل التيارات الوضعية، أوجد جيلاً واعياً عز مثيله وتمثل في مواكب الجامعة. ومن المثير يعني للدهشة أن في ذلك الوقت الذي يقول السيد مرتضى العسكري فيه، يقول أنا أحصيت 55 موكب عزاء في الكاظميين ولم أجد فيها إلا 3 شباب، والغريب أن هؤلاء الشباب لم يكونوا من المصلين. ففي تلك الظروف وهذا الوضع وهذه الأجواء المكفهرة، نجد أن مواكب الجامعة نجحت بل أفلحت في جمع 10,000 طالب جامعي من جامعات بغداد والمستنصرية والحكمة والموصل والبصرة والسليمانية. وتشرفت بالمساهمة في إحدى هذه المواكب التي تقام في ليلة عاشوراء، طبعا كانت على شكل كراديس، وكل منا كان يحمل شمعة في يده. كان من ضمن هاي البرامج هو مواكب الجامعة عام 67 و68. مواكب الجامعة حركة سياسية دينية ثقافية مؤثرة وهزت الشارع العراقي، وكانت أول مرة ينزلون مجموعة من الطلبة الجامعيين مع أساتذة عام 67
5000 طالب جامعي من جامعات الموصل والسليمانية والبصرة والجامعة المستنصرية، كان يسموها الكلية الجامعة، وكان جامعة البصرة إضافة إلى جامعة بغداد، يدخلون وأمامهم 300 أستاذ جامعي، وكان معهم وفي مقدمة مجموعة من علماء العراق من حوزة النجف الأشرف كان يقودونها، وكانت تسير في شوارع كربلاء وتودد هتافات واعية، هتافات حسينية تمثل الثورة الحسينية بكل قيمها ومبادئها. في تموز من العام 1968 استولى البعثيون على السلطة عبر الدبابات. ومجيء البعثيين عام 1968 للوقوف أمام هذه الظاهرة الدينية التي هم عنوا بها، وعقدوا مؤتمر درسوا فيه الظاهرة الدينية. هو مجيئه جاءوا على ظهر دبابة بريطانية للوقوف أمام المد الإسلامي. الحقيقة يعني هناك نظرية تقول أن مجيء حزب البعث له علاقة بكثير من العوامل التي حدثت في مرحلة عبد الرحمن عارف، منها بروز المرجعية الدينية أو الحراك الديني بشكل كبير، والذي أسمى حزب البعث بالرجعية الدينية، وكذلك انتشار تنظيمات حزب الدعوة بحيث أصبح هناك واضح لدى الدوائر الاستعمارية اكتظاظ المساجد والحسينيات والمواكب والحراك الديني. أيضا كان هذا الشيء موجود في الجانب السني، أيضا كان هناك تطور نوعي في الحراك الديني في ساحتهم. قامت وسائل إعلامهم بحملات تشويه واسعة للمرجعية الدينية والنشاط الإسلامي. عندما تم ذهاب السيد الحكيم إلى بغداد وبدأت الوفود زور، الذي صنع الوفود وحرك الوفود وحرك كان الشهيد عبد الصاحب الدخيل، بل كان يرابط مع السيد الحكيم في البيت الذي يسكنه، بيت أظن هو الشيخ الحاج عبد الرحيم الفيلي. اعتقلت السلطات الأمنية العشرات من العاملين في الوسط الإسلامي. لما اجت اعتقالات وجو ارهابي في كربلاء، فمن بين المعتقلين الدكتور حسن شيخ علي، فاعترف عليا واعتقلوا حج صالح الاديب قبلي واخرين، ثم اطلق سراحنا. كان الجلاوزة ينتظرونه في مكتبه التجاري في شارع الرشيد، ألقي القبض عليه ليرسل إلى معتقل قصر النهاية المشؤوم، وفي الزنزانة 42 تحديدا. واحدة من الأمور كتبوا نشرة توزعت علينا في وقتها، كيف تواجه التحقيق إذا أرادوا أن يستغفلوك، إذا أرادوا أن يقولوا لك اعترفوا عليك، كيف تواجه، كيف تناقش، كيف. حج عبد الصاحب قال هذه النشرة ما تنزل. ليش؟ قال ما ينبغي أن نضع في ذهن الداعية أنه قد يعترف. قالوا لحجي هذا إنسان وقد يضعف. قال ماكو داعية يضعف. شوف هذا الكلام أثار اهتمام الأخوة الآخرين، ولكن حج عبد الصاحب طبق هذا أثناء التحقيق. كل ما حاولوا اضرب ناظم اجزار قطع ايده يضحك. كان معتقل ويا مجموعه من القيادات شيوعيين وغير شيوعيين، فلما كانوا ياخذوهم للتحقيق يرجعون يتلاومون بيناتهم، يتعاركون بيناتهم، حج عبد الصاحب كان يهدئهم، لا انتم رفاق بيناتكم. قالوا له راح يجيك التحقيق وتشوف. فيروح للتحقيق يرجعوه جنازه وهو يسبح ويقرا قران. هذول تعجبوا شنو هذا من جبل. فمن يصحى يقول لهم الحمد لله الحمد لله، انتوا صمدوا هم من جهات اخرى. شد حيازيمه للموت، تذرع بالصبر،
تسلح بالثبات على جادة الحق. مرت الأيام، لم ينبس ببنت شفة، لم يعترف على أحد، عذب مرارا وتكرارا، أرسل للمستشفى مرات ومرات. جن جنون ناظم إكزار، فارتكب الجريمة الكبرى برميه في حوض حامض النتريك التيزان. كان من ضمن المعتقلين مع الشهيد أبو عصام هو الدكتور عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء الأسبق الذي كان قد استزير في عصر عبد الرحمن عارف، وكان من المعروف باعتداله، وكان توجهاته توجهات قومية، ثم كان يقال منه من الشخصيات المعتدلة التي حكمت العراق والتي عملت على تنظيم وتطوير الوضع الاقتصادي والسياسي بالعراق باعتباره لم يكن منتمي إلى جهة بعد الحكم الشيوعي حقبة قاسم أو الحكم العارف الذي كان ميوله قومية ناصرية وكذلك طائفية. بعد ما خرج من السجن كان قد تعرض للتعذيب الشديد عبد الرحمن البزاز، وكان قد فقد السيطرة على الخروج من مقعده، وكان معذب بكل أعضاء جسمه. كان أوصل رسالة إلى حزب الدعوة، كان يقول: رأيت الشهيد عبد الصاحب الدخيل في السجن، وأنا لم أرى في حياتي ولم أسمع بطل كهذا الشهيد. هذا تتمثل فيه، تتجسد فيه البطولة والصمود والتضحية في سبيل المبدأ الذي كان يؤمن به. فعبد الصاحب الدخيل شخصية ليس لها نظير في العالم. هذا نقل، وهو ليس شيعيا وليس إسلاميا.